إنسان يطوف حول الكعبة يقول يا ربي هل أنت راض عني؟ كان وراءه الإمام الشافعي، قال يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال يا سبحان الله كيف أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟ قال إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. قد تأتي مصيبة، هل تقول من أعماق أعماق قلبك يا ربي لك الحمد، أنت حكيم وعليم ورحيم وعادل وأنت رب العالمين تربيني، لعل هناك خطأ ارتكبته؟ والله مرة شهدت حريقاً في أحد أسواق دمشق، أحد الإخوة الكرام احترق من محله يعني بالملايين بالملايين. التقيت به قال لي الكلمة التالية، قال لعلي في الثلاثين عام ماضية ارتكبت أخطاء جمعها الله لي في هذا الحريق، يا ربي لك الحمد. نال وسام الشرف، نجح في الامتحان، ملايين مملينة ضاع في محله التجاري. قال لي لعلي في الثلاثين سنة الماضية ارتكبت أخطاء جمعها الله لي في هذا الحريق، ولعل الله يغفر لي أخطائي السابقة وأنا راض عن الله عز وجل. والله بمستشفى في دمشق جاء مريض معه ورم خبيث في الأحشاء، وهذا له آلام لا تحتمل، كلما دخل إنسان يقول له اشهد أنني راض عن الله، يا ربي لك الحمد. يعني إذا قرع الجرس يتهافت الممرضون على زيارته والأطباء، غرفة منورة، إنسان راضي عن الله، أعطى أهل المستشفى درس لا يوصف. وبعد أيام توفاه الله، ولحكمة بالغة بالغة جاء مريض مصاب بالمرض نفسه، ما ترك نبي ما سبه، رأى أهل المستشفى مريضين، واحد مؤمن راضي عن الله والآلام لا تحتمل، وكلما دخل إنسان يعوده يقول له اشهد أنني راض عن الله، يا ربي لك الحمد. وبعد أيام توفاه الله بأجمل حالة، والثاني مات كافرا. فالرضا عن الله من استقامة الباطن، راضي عن نفسك، عن شكلك، عن دخلك، عن اختصاصك، عن زوجتك، عن أولادك، كلها اختيار الله عز وجل، هذه قسمة الله لك، راضي أنت أسعد الناس. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وأن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا من الله، ومن سخط فله السخط. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، والله الذي لا إله إلا هو. قد تجد إنسان مؤمن موظف دخله محدود قلبه ممتلئ رضا عن الله، وقد تجد إنسان معه ملايين مملينة، معه ألوف الملايين وهو ساخط عن الله عز وجل. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، واجتنب ما حرم الله عليك تكن من أورع الناس، وأدي ما افترض الله عليك تكن من أعبد الناس، ولا تشكو من هو أرحم بك إلى من لا يرحمك، ويعاب من يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. ومن جلس إلى غني أو قوي يتضعضع له ذهب ثلثا دينه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أما بعد إن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. يعني الرضا أعلى من الصبر، إذا أحب الله عبده ابتلاه، فإن صبر اجتباه وإن شكر اقتناه. درجة عالية من الإيمان أن تأتي مصيبة تقول يا ربي لك الحمد، أنت اخترتها لي، وأنت الحكيم وأنت الرحيم وأنت العليم، وأنا المقصر المذنب،
يا رب اجعلها تكفيرا لسيئاتي. هكذا المؤمن. قيل للإمام الحسين رضي الله عنه: إن أبا ذر يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة. فقال الحسين رضي الله عنه رحم الله تعالى أبا ذر: أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له تعالى ولم يتمنى غير ما اختاره الله له عز وجل فهو الراضي. يعني الله اختار لك عمل محدود الدخل، كل ما سمع عن واحد دخله غير محدود يحترق قلبه. أنت يمكن كمالك واستقامتك سبب دخلك محدود، إنه الله علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم، دققوا بالرابعة، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. أنت على دخل محدود مستقيم من بيتك للجامعة، لو جاءك ملايين مملينة، والله أخت كريمة أرسلت لي رسالة، زوجها سافر إلى الخليج، كان فقير اغتنى هناك، هي محجبة حجاب كامل، قال لها: بتلبسي بنطلون وبدي بطنك يبين، وإذا ما بتجي هيك أنت طالق. طيب تفضل، صار غني. لذلك استعاذ النبي من الغنى المطغي والفقر المنسي. بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً؟ أو غناً مطغياً؟ أو مرضاً مفسداً؟ أو هرماً مفنداً؟ أو موتاً مجهزاً؟ أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر؟ أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ سيدنا الحسين يقول: أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له ولم يتمنى غير ما اختاره الله له عز وجل فهو الراضي. اختارك من أسرة فقيرة، كل ما حكى عن رفيقه اللي أبوه معه ملايين: لو كنت ابن هذاك، معي ملايين مملينة. هذا كلام الشيطان. لا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا، وقل: قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. الجواب أيها الإخوة: والله الذي لا إله إلا هو، يوم القيامة حينما يكشف الله لك عن حكمة ما ساقه إليك من شدائد، إن لم تذب كالشمعة محبة لله فالدين باطل. تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير فقط. المصائب خير، والعطاء خير، والأمطار الوفيرة خير، والجفاف خير، والاجتياح أحياناً نصحو به، نتحد. الأحداث الكبرى ظاهرة مؤلم جداً، لكن والله في خيرات من باطنها لا يعلمها إلا الله. وحدتنا، أيقظتنا، عرفنا قيمة أنفسنا. قال أبو علي الدقاق: ليس الرضا ألا تحس بالبلاء. البلاء مؤلم يا أخوان، موت الابن صعب. الرضا مو معنى أنك تفرح بموت ابنك، مستحيل، أنت بشر. الألم لا يتناقض مع الرضا. لذلك ليس الرضا ألا تحس بالبلاء. الفقر مؤلم، المرض مؤلم، موت الابن مؤلم، إنما الرضا ألا تعترض على الحكم والقضاء. شو عامل لك؟ هيك ناس بيقولوا أحيانا. إنسان بيقول: يا ربي لك الحمد. النبي بكي حينما مات ابنه إبراهيم، قال: أتبكي؟ قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون. هذا الموقف الكامل. ليس معنى الرضا أن تفرح بالمصيبة، لا لا، المصيبة مؤلمة، مؤلمة جدا، والفقر مؤلم، والمرض مؤلم، موت الولد صعب. ليس الرضا أن تفرح بالمصيبة، الرضا أن تحسن الظن بالله مع المصيبة. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء. في رضا قبل القضاء وفي بعد القضاء.
يعني أنت يا ربي لك الحمد. قالت له: هنيئاً لك أبا السائب، لقد أكرمك الله. صحابي توفي، جاء النبي بيته قبل أن يدفن، سمع امرأة تقوم من وراء الستار: هنيئاً لك أبا السائب، لقد أكرمك الله. لو أن النبي سكت لكان كلامها صحيحاً، هو نبي مرسل معه تشريع، فأقواله تشريع وأفعاله تشريع وسكوته تشريع، فإذا سكت كلامها صحيح. أم ألا ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قولي أرجو الله أن يكرمه. الفرق بين لقد أكرمك وبين أرجو الله أن يكرمك. ألا وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي. هذا رضا قبل القضاء. يعني كل واحد منا يا ترى يصاب بمرض، بجوز إن شاء الله الله يرضينا، يا ترى يفقد أحد أقربائه، ممكن الله يرضينا. هذا موقف المؤمن، يرضى قبل القضاء، إذا وقع القضاء يرضى بعد القضاء. أخواننا الكرام، مرة ثانية، استقامة السرائر أخطر من استقامة الظواهر والجوارح، منها النية، الإخلاص، التقوى، الحب، التوبة، جهاد النفس والهوى، الرضا. وفي خطبة قادمة إن شاء الله تعالى نتابع استقامة السرائر، وبعدها ننتقل إلى استقامة الجوارح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة، يعني مرةً ومرةً 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 أتمنى عليكم أنكم إذا حضرتم خطبةً في أشياء دقيقة وواضحة، وحاولتم في الأسبوع الذي يلي الخطبة أن تجهدوا في تطبيق ما سمعتم، وأن تتحدثوا لمن حولكم، لأهلكم، لأولادكم، لزملائكم في العمل، لأصدقائكم، لجيرانكم، بأي لقاء، عن موضوع تأثرت به. إن فعلت هذا فأنت داعية من نوع خاص في حدود ما تعلم ومع من تعرف، وهذا تطبيق لقوله تعالى: بلغ عني ولو آية. بلغ أصحابك وأصدقائك وجيرانك ومن تلتقي بهم في هذا الأسبوع، بسهرة، بنزهة، بلقاء، باجتماع، ذكرهم بحديث واحد: بلغ عني ولو آية. لأن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم، على كل مسلم، بدليلين قويين. الأول: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. الدعوة إلى الله كفرض عين من التواصي بالحق وتواصوا بالصبر. والدليل الثاني: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كنت متبعاً لرسول الله ينبغي أن تنفذ وصيته: بلغ عني ولو آية. فأنت بكل خطبة اكتب لك كلمتين، اكتب حديث واحد، اكتب آية واحدة تأثرت فيها. التقيت ببيت أختك مثلاً، عندكم سهرة، في اجتماع، في غداء، في وليمة، في لقاء لطيف، في دور جلسة أسبوعية متكررة، احكي لك الحديث: بلغ عني ولو آية. هذه الدعوة إلى الله كفرض عين في حدود ما تعلم ومع من تعرف. وأما الدعوة إلى الله كفرض كفاية تحتاج إلى تبحر وإلى تعمق وإلى تفرغ وإلى علم شمولي تستطيع به أن ترد على كل شبهة.